مراحل تغير شكل سيدة الدراما السورية منى واصف وفروتها. اسم الولادة منى جلميران مصطفى واصف. تاريخ الميلاد 9 فبراير 1942. العمر 82 سنة. الجنسية سورية. الطول 160 سنتيمتر. الزوج محمد شاهين. الأولاد ابن وحيد واسمه عمار. سنوات النشاط من 1958 حتى الآن. ولدت منى واصف لأب كردي مسلم وأم مسيحية. بدأت حياتها عارضة للأزياء، وذلك في نهاية خمسينيات القرن الماضي. انضمت بعدها إلى مسرح القوات المسلحة سنة 1960. عاشت مع زوجة أبيها ولها ثلاث شقيقات، منهن الممثلتان هيفاء وغادة.